في بقى مشهد انا بضرب بقى نار، الاكراد بيضربوا عليا. وعلى فكره في المشهد ده انا قلت اللفظ ولا حد خد باله، اللي الكل بهدل الدنيا عشان مسرحيه المومس الفاضله. انا قلت على البنت الكرديه وانا بغير الخزنه، لاني ضربت نار وخلصت الخزنه وبملاها تاني. قلت يا مومس يا بنت الكلب، وانا ايه بعمل؟ ولا حد علق. لكن هم ايه ده، هتعمل مسرح؟ وقفوها. يعني انه لفظ عادي، ولفظ لغه عربيه فصحى، ولفظ موجود حتى في البخاري، يعني موجود في كتب الدين، يعني ما هوش لفظ خارج، هو المعنى بتاعه. لكن اللفظ لفظ عادي نعبر بيه. فمثلا يوم لما انا بضرب على الاكراد، الكاميرا واقف مصور على يميني لان على شمالي حيطه، وفي مصور في ظهري. فالمصور يا حبيبي اللي على يميني الفرخ كله طلع في وشه، فبقى من جنب عينه وبقى بيجي فيه في جسمه، وهو مش عايز يعمل ستوب في مشهد زي ده، لانه في كاميرات بتصور تحت في الشارع وهم بيضربوا عليا وانا برد عليهم من فوق. فشوفوا معاناة المصورين كمان، يعني حقيقي فريق التصوير في بطلوع الروح تعب تعب، يعني شابوه ليهم بجد وشكرا ليهم. الحقيقه كل الناس اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا، العمل متعب للغايه، مش مجرد في الاداء، العمل نفسه متعب، ومكان التصوير والسلاح الكتير وعدد المجاميع الكبيره في كل مشهد. وبعدين صورنا في الاول كان تلج تلج، الدنيا بتنزل تلج، بتمطر تلج، وجينا في الاخر شمس رهيبه بنموت، اتحرقنا، قعدنا 3 ايام في البيت كلنا وشنا وارم. من كان عندنا يوم ما فيش اي سقف اللي انا بدرب منه على السلاح، فيوم طويل بدرب البنات الدعشيات على حبل السلاح، فبنصور من 6 الصبح ل6 بالليل، اليوم كله في الشمس، ما وقفناش ولا لحظة في حتة ظل، ما فيش، احنا بنصور في صحراء. فكلنا خدنا ضربة شمس، وانا التهبت التهاب فظيع، وقعدنا نعالج الالتهاب ده، وعيني ورمت خرجت بره. بعت الدكتور خالد الصور، فاكر يا دكتور خالد؟ يقول لك الحقني، قولوا لي اخد ايه؟ ما عرفتنيش صح؟ بلالين ميه تحت عيني ووشي وارم ولوني احمر فظيع. يعني بجد يا جماعه، يعني ما وراء الكواليس يعني بتاعت العمل بتبقى في اوقات متعبه جدا 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 جدا. فيعني انا بحيي بجد كل اللي بيطلعوا الروح، وطبعا على راسهم كامله ابو ذكري، وبشكرهم جميعا وبقول لهم الف مبروك على العمل. بنوتي الجميله حنان بتوعه دي، بنوتي بقى، بنوتي اختي الصغيره، وجوزيها نورتي حنونه، نورتي حبيبتي.